ينضم إلينا حافظ قرقوط، صحفي موجود في ستوكهولم. صباح الخير. يا صباح الخير لإلك. يسعد صباحكم وصباح ابتساماتكم والكرامة اللي بتمثلكم وبتمثلوها كمان. أهلا وسهلا فيك أستاذ حافظ. خلينا نرجع هيك بالتاريخ لورا من أيام الحكم العثماني، وكانت الساحة عبارة عن ميدان حسب ما ذكر بالتقرير بتمر فيه قوافل الحج، اللي يعني المقصود القوافل طبعا القادمة من الشمال باتجاه الحجاز. هل هناك نشاطات أخرى بهذا المكان غير استقبال الحجاج آنذاك؟ يعني هي بالتأكيد كأي ساحة مركزية في محافظة غالبا ما تصب اللقاءات فيها والاجتماعات فيها، وبنفس الوقت تكون يعني وكأنها يعني منطلق شريان للمحافظة بكافة اتجاهاتها. كون هذه الساحة هي الأساس في محافظة السويداء، وكما ذكر أيضا في تقريركم بالقريب من الساحة مباشرة كان يوجد بركة ماء. كل هذه الأماكن هي أثرية حقيقة، كانت مرصوفة بالأحجار، حتى الطرقات فيها بجوار الساحة كانت الطرقات قديما يعني حجار بازلت مرصوف فيها. وحتى لما أريد توسعتها أيام الاحتلال الفرنسي كان المعتقلين اللي تعتقلهم قوات الفرنسية تشغلهم برصف هذه الساحة أو رصف الطرق الممتدة حول هذه الساحة. البركة كانت أيضا بركة يعني بجوار أبنية تاريخية قديمة جدا جدا، وأيضا كل البركة مرصوف في حجار، وإلى قرب منها ما بنسمع أيضا في هناك يعني المشنقة أو بسموها المشنقة، يفترض كان ينشنق عليها حدا إذا كان بده تنفذ قديما أيام السلطات القديمة خلينا نقول. لكن كل هذه المنطقة فعلا حاول حافظ الأسد طمسها، بمعنى أنه حتى البركة اللي ردمها وبعدين حولها لكراج سيارات أو كراج باصات، وبنفس الوقت فتح شارع محوري قرب هذه الساحة، وهذا الشارع المحوري يعني قضى على كثير من آثار المنطقة القديمة اللي كان ممكن تجيب آلاف السياح لهذا البلد. صحيح. بالإضافة أنه هدم كل المعالم اللي كمان بنفس الوقت بتشير لتاريخ المنطقة، على ذلك يعني نوع من تهميش المنطقة. أكيد صارت في تغيرات أيضا يعني طرأت على الساحة، وإذا انتقلنا شوي لفترة الانتداب الفرنسي، شنو تغير بالساحة؟ شنو صار بها أشياء جديدة؟ شنو انطمس منها ما كان عليه خلال الحكم العثماني؟ تركزوا الفرنسيين بهاي المنطقة وجوارها بما في اللي يسمى اليوم سرايا أو المحافظة، كان مركز عبنو مركز قيادة عملوه، بالإضافة طبعا لهي أحيانا كانت فيها تصير فيها سباقات خيول ونوع من المبارزة بالفروسية بشكل عام. أخذت ساحة رمزيتها بتلك الفترة كساحة، بالإضافة لا يعني إنه رمزيتها كساحة بالإضافة أيضا لسباق أو للتبارز بالخيول والفروسية، وخاصة الفروسية عند العرب يعني تعتبر حالة استثنائية تاريخيا، يعني مرتبطة بتاريخهم بحياتهم اليومية. على هيك الساحة رغم وجود الاستعمار الفرنسي ظلت أخذ رمزية باتجاه الفروسية بهذا المعنى، لكن السلطات الفرنسية أيضا يعني أخذتها ساحة أساسية لأنه مشان يعني أقل ما يمكن تمسك القلب، قلب المدينة بهذا الأساس. ما بعد السلطات الفرنسية الحقيقة ابتدأت الساحة تعود إلى شكلها الروتيني العادي، وخاصة بعد لما كثرت السيارات وصارت الناس يعني تعتمد على المواصلات، ظلت هي الساحة مركزية لتوقف السيارات فيها، الباصات لاحقا وهلم جرى. تطور حتى بعد الاستقلال طبعا هذا الكلام، لما اجى حفظ الاسد كرست كساحه سير وصارت هي كقلب مدينه ساحه تربط القرى، تصب فيها كل الباصات القادمه من القرى على هذا المكان، لذلك توسع السوق جوارها. توسع نعم هي الساحه اسمها ساحه مركز السوق. نعم. هلا ساحه السير ايضا شهدت بعض الاحداث اللي غيرت قليلا بالتاريخ، وبعض الاحداث الاساسيه مثلا محاوله الانقلاب الغريبه اللي قادها حاطوم من هي الساحة. هلا المفروض أنه الانقلابات تكون بالعاصمة دمشق، ما قصة هذا الانقلاب إذا ممكن تحكي لنا إياه؟ يعني تمت دعوة الحكومة بطريقة أو بأخرى، وجدت الحكومة على السويداء
اجت من دمشق طبعا. بالاضافه يعني حزب البعث نشط داخليا اجمالا، وكان سليم حطوم متحسس وله بيانات بتلك الفتره مسجله، ممكن يعني حتى يضاء عليها لاحقا، له بيانات بانه ابتدى تطييف الجيش، ولا نريد لجيش سوريا ان يتم تطييفه، وابتدا فصل الضباط السنه والدروز من الجيش وتحييدهم عن اماكن القياده والقرار، وابتدا ظهور ان كافه القطع العسكريه تاخذ الطابع العلوي، وابتدانا ناخذ اخبار واسرار الجيش من نساء زملائنا الضباط العلويين للاسف. هذا يعني بان هنالك شيء يعد. وبعدين القى مؤتمر صحفي في الاردن نقلته وكالات الأنباء بتلك الفترة، أكد فيه على هاي الكلمة أنه نحن كضباط دخلنا إلى الجيش لغايات وطنية، لأن حتى ابتدأنا أسرار الجيش نأخذها من بعض النساء الضباط للأسف، وابتدأ أنه يضيقوا على بقية أبناء الشعب السوري. هذا الكلام من 66 ولاحقا، فصارت هاي المحاولة أنه بدهم يرجعوا يعني يعيدوا السلطة بهذا المعنى، ويبعدوا كتلة الضباط اللي ممكن تسيرت على الضلطة، منه صلاح جديد بشكل رئيسي ونور الدين القداسي. فتم احتجازهم بالسويداء، كون هاي الساحة بالقرب طبعا من هاي الساحة، احتجازهم لبدء فرض شروط معينة. هدد حين حظ الأسد بقصف المدينة بالطيران، وهلما جرى صار تراكمت الأمور. حظ الأسد كان وزير دفاع، بتوقع بأنه يعني حسب ما بتذكر سريعا من المعلومات وعلى فصل الضباط الدروز، أيضا جرت رسالة من سلطان باشا الأطرش بتلك الفترة إلى حافظ الأسد، لأنه صار أيضا اعتقال بعديها اعتقال ضباط دروز في دمشق، بأنه نحن ما تعودنا نهاجم جيش وطننا. من هون أيضا بعد الثورة الشباب تركوا الجيش، من هاي المبدأ، ما تعودنا نقاتل أبناء الوطن، تاريخيا نقاتل المحتل والأعداء، كرامتنا لا نسمح بأن نقتل أبناء الوطن، إما أن تخرجوا أبناءنا من السجون اللي هم ضباط طبعا اللي كانوا بالشام، أو لنا تصرف آخر، وهذا تحذير وليس الآن يعني وقته. بهذه الطريقة طبعا بالأخير انحلت الإشكالية وتم الإفراج عن اللي حجزهم سليم حطم في السويداء. أما القصة طويلة طبعا بالأخير، وغادر لاحقا سليم حطم على يعني قبل ما نحكي عن الاحتجاجات والثورة اليوم قام تشهدها السويداء، كيف كان تعاطي الناس بالسويداء مع تمثال حافظ الأسد اللي كان موجود بساحة السير؟ يعني تقريبا طوله 3 متار وحجم وضخامة مستفزة بشكل واضح، شلون تعاطت الناس مع هذا الاستفزاز، مع هذا التمثال الكبير؟ حقيقة يعني في بعض المواقف الطريفة كانت للتمثال وليس أيضا تعاطي. بالأخير يعني غير الساحة كلها وسموها ساحة الرئيس، صارت كلها يطلق عليها ساحة الرئيس قبل التمثال وبعد. يعني مو خمسة شاورما بالضبط، فبعد هذا التمثال هو خمسة شاورما. شو يعني كانت سندويش الشاورما بخمسة؟ شو قصة خمسة شاورما؟ هو حاطين التمثال رافع ايده لفوق وفاتح اصابعه ايده اليد، ففتح اصابعه كلها، فتح كفه مقابل التمثال تماما في محل شاورما. ها تعال يعني بخمس الشاورما عم بينادي على العالم. ايوه مين ما مر انه تمثال خمس شاورما عم بينادي على العالم بدي خمس شاورما. فراحت النكته على هذا التمثال بهي الطريقه، على اساس انه تمثال الخمس شاورما، وراحت الناس بين بعضها كل المحافظة بين بعضها تهم استمثال خمس شاورما كانت. يعني حتى اللي معتبرين حالهم مؤيدين واللي بيشتغلوا مع النظام ضمنا يعني هاي التنكيت عن تمثال خمس شاورما. حتى في احتجاجات سابقة بالثمانينات كان في أزمة مواد غذائية بكل صحيح. أنواع المواد صحيح. الغذائية لبسوا هذا التمثال سطل سمني أو تنك سمني بهذا المعنى هاي أيضا وحطوها عليه. يعني هي هذه النوع المعامل حدثين الطريفتين لهذا التمثال. ورغم الشيء يعني كان التمثال حقيقة منظر مزعج ومكانته مزعج، وعند افتتاحه تعبت أي ساحة وكان في حقيقة حالة مزعج للناس والأسواق. ورغم الشيء يعني ثبت هذا التمثال. بال 2015 تم تحطيم هذا التمثال بعد اغتيال الشيخ البلعوز، لكن اللي ثبت ساحة الكرامة بتصور ب 17 نيسان بال 2016، يعني بعد كذا شهر من هذا التاريخ، لأنه وقت اغتيال الشيخ صارت مظاهرات وصار تحطيم التمثال وكان نوع من يعني الهيجان الكبير والحماس الكبير، لكن بعدها بفترة صار في حملات حطمتونا وابتدأت التظاهرات أيضا. تحت جزء من هذه التظاهرات اللي كانت كل فترة تظهر بالسويداء ظهرت كمان تظاهرات تحت عنوان حطمتونا، اجتمعوا الشباب بهي الساحة وكانوا على أساس يذهبوا لمكان معركة المزرعة وفي نصب للشهداء هناك، فخطوا عليها قبل ما طلعوا انه هي ساحه الكرامه.
وظل هناك ساحة الكرامي وحطوا صورة للسلطان الأطرشي، يعتقد أو على الأغلب ثبت ساحة الكرامي من هذا التاريخ من 17 نيسان يعني بال2016، أي بعد كم شهر من تحطيم تمثال حافظ الأسد. وعلى ذلك يعني دخلت فعلا لسلسلة تاريخ السويداء وثبت اسمها ساحة الكرامي، وكان الأسهل لفظا، وهي مرتبطة بما يقدسها أهالي السويداء، يقدسون الكرامة بشكل أو بآخر. يعني كما ذكرت سابقا مع حضراتكم، يعني لما بيدخل الضيف طريقة استقباله هي نوع من كرامة البيت، بنفس الوقت طريقة أعداد استقبال هذا الضيف أيضا تعتبر كرامة، أيضا طريقة التعاطي مع المرأة في البيت، يعني المرأة تعتبر سيدة بالنسبة لهم حقيقة، بتمون داخل بيتها بطريقة كثير محترمة، وبنفس الوقت الدفاع عن هذا الحيز المكاني اللي بيسموه بالسويدة دائما العرض والأرض، يعني الاثنين حالة استثنائية بموتوا من شانها خلاص، يعني الأرض والعرض، هي الحالة نوع من التراث صار ونوع من التقاليد، ارتبطوا بمفهوم الكرامي. سابقا طبعا مثل القبائل والعشائر العربية ارتبط أيضا مفهوم الكرامي بما معنى الفروسية، بما معنى يعني الغيري على الممتلكات، الغيري على العرض، بنفس الوقت حماية الملهوف، بنفس الوقت التعاطي مع الجار. وعلى هذا كان هنالك تحريم تاريخي لاعتداء على الجار، يحرم الاعتداء على الجار ويحرم التعاطي مع الآخرين إلا من اعتدى علينا، لنا الحق بالدفاع ضمن القانون على من اعتدى علينا، وكرامتنا صيانتها من صيانة كرامة الجار. وعلى هيك حتى لما كانوا أثناء يفاوضوا الاحتلال يفاوضوا بهذا العز، بهذا الكرامة، بطريقة يعني حتى ذكرت كثير من المستشرقين على طريقة تعاطية، انتقلت هي الحالة لطريقة أخذ التعازي أي أثناء الوفاة، وفاة بالمحافظة. فأيضا بعض المستشرقين كتب بأنه الدروز يحاكمون موتاهم بطريقة ما، يعني بيقف الرجال أمام بعضهم بيذكروا مناقب المتوفي بطريقة تعاطي بكرامته مع الضيف، مع الجامي، نظافة كفه من خلال إذا كان موظف، لم يسرق، لم كذا كذا، مهم بيركزوا على مفهوم الكرامي. فهذه العائدات كانت يعني ساحة الكرامي إجت من هون الاسم. تتذكروا كمان لما صارت الفصائل بالسويدة سموا مشايخ الكرامي أو رجال الكرامي، بهالطريقه هي ظلت كلمه كرامي الى رمزيتها لانه داخل، ويبقى هو الاسم الاجمل استاذ حافظ لما يحمل من قيمه رمزيه لسكان المنطقه. شكرا لك الصحفي حافظ قرقوط على كل هذه المعلومات، كنت معنا من ستوكهولم، نهارك سعيد. شكرا لك. شكرا لكم ولاستقبالكم الدائم.